مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طعام أهل الجنة، طعام أهل الجنة ده هو موضوع حلقة النهاردة، وإزاي نحقق الجنة على الأرض قبل ما نوصل ليها إن شاء الله في الحلقة الثانية بإذن الله. هيكون موضوعنا النهاردة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. هنا طعام أهل الجنة، القرآن الكريم يتكلم عن طعام أهل الجنة أنه بكرة وعشيا. حتة بكرة وعشيا دي خلتني أقف أفكر كتير جدا جدا جدا، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول بكرة؟ بكرة يعني من الصباح الباكر. كلنا ممكن نصحى لحد الساعة 10 11 12 وما نفطرش. طعام الفطار وجبة مهمة جدا جدا جدا، وعلشان نحقق الجنة على الأرض يبقى لازم نفطر بدري. الفطار بدري حاجة مهمة جدا. الفطار بدري يعني بملى تانك البنزين اللي هيديني طاقة طول اليوم ويبدأ يحركني طول اليوم. كان لقوا كل المعمرين والناس اللي بيعيشوا أعمار طويلة وبصحة قوية جدا هم الناس اللي دايما تفطر من بعد صلاة الفجر أو قبل شروق الشمس أو وقت شروق الشمس. هو ده أحسن أوقات للفطار. طعام الفطار من الحاجات المهمة جدا. ومعانا اتصال. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور عادل؟ أهلا يا أستاذة، ازيك يا أستاذة أيمن؟ الله يسلمك. قول حضرتك يا دكتور، أنا جوزي عنده الضغط مرتفع وما بينزلش. عنده إيه؟ الضغط مرتفع وما بينزلش 160 على 100. عمل حجامة ولا ما عملش؟ لا ما عملش حجامة، بس عمل إشعاعات وتحاليل، كل تحاليله حلوة بس البروستاتا بس هي المتضخمة بسيط. عمره كام سنة؟ 55. خد ادويه ضغط قبل كده؟ لا ما خدش حبوب، ده لسه من اسبوع واحد بياخدها ودلوقتي عماله غمدان وكده. فانا لو في اي حاجه طبيعيه يا دكتور بعد اذن حضرتك ربنا يخليك، لان هو مش متعود على العلاج اصلا. طيب هو ما عندوش اي حاجه. هو اكتشف الضغط فجاه؟ اكتشف هو صدع كده، كان ساعه شويه في الشغل فصدع فراح يقيسه لقاه عالي شويه. عنده امساك ولا ما عندوش؟ اوقات بيجي له امساك. بيجي له امساك واسهال ولا امساك بس؟ نعم. عنده بيجيله امساك واسهال ولا بامساك فقط؟ لا امساك بس مش على طول يعني. طب لما يكون عنده امساك يزيد الضغط؟ هو ما قاسهوش يا دكتور، ده هو مكتشفه بالصدفه كده. لا لما يكون عنده امساك الضغط بيزيد ولا بيقل؟ ما قاسهوش، هو عنده امساك. طيب بس هو عمل اشعاعات وتحاليل كبد وكله كله كويس، بس هي البروستاتا بس يا دكتور. ولو في حاجه البروستاتا بعد اذن حضرتك. متشكر قوي يا دكتور. بيشرب كام كوبايه ميه في اليوم؟ هو ما بيشربش كتير، بس انت حضرتك لما اتكلمت على كده قلت له اشرب ميه كتير واشرب كركديه. الكركديه بارد ولا سخن؟ لا بارد، بنقعه له كده طيب. ما شاء الله، ده خلاص بقيته خبراء. لا بس لو في حاجه ثانيه يا دكتور، يعني انت كنت بتتكلم على ورق الزيتون. ورق الزيتون. لو في حاجه ثانيه انا مش عارفه اتحصل عليه منين، فلو في اي حاجه ثانيه يا ريت يا دكتور بعد اذن حضرتك. حاضر، نقول لك تعملي ايه؟ حاضر. بس من غير يا دكتور ترد عليا. حاضر. معانا منى من العراق. منى من العراق، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. عشان دكتور ممكن عندي سؤال؟ ايوه اتفضلي، اهلا بيك. السؤال عندي اثار لحب الشباب في وجهي. ايوه. الاثار حفر قليلة. أيوه. يعني ايوه قليلة العمق يعني. نعم. واحنا بالعراق ما عندنا علاج بالليزر او بالتقشير الكيميائي، فاريد الجواب الله يخليك. حاضر، نقدر نعمل تقشير للبشرة وحاجات بسيطة جدا في البيت، الترمس والمحلب والخل والليمون يتعمل بيه ماسك على البشره، وبعد كده بنصنفرها نسيبه لمده 20 دقيقه ونعمل صنفره للبشره وندهن بعد كده بزيت اللوز الحلو وزيت الحلبه
ودول بيدوا نتائج ممتازة جدا جدا. إذا حبينا إن نعمل حاجة مغذية بنحط اللانولين مع العسل كبيز بيتشال عليهم زيت اللوز وزيت الحلبة. لو جربت الحكاية دي هتلاقيها بتديك نتيجة ممتازة جدا جدا جدا. ممكن حياة، السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا دكتور؟ يا مرحبا، يا اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا رب. الله يا دكتور. اهلا وسهلا. عندي سؤالين يا دكتور من فضلك. اتفضلي. في الاول يا دكتور، انا ساعه السجود ركبتي بحس فيها صوت وزي نشر كده يا دكتور في رجلي. نعم. وحاجه تانية، عندي ضغطي على طول واطي لاني باخد فيتامين حديد. نعم. وعايزه اسال كمان سؤال. ايوه. انا بسجل الحلقات بتاعت حضرتك يا دكتور يوم السبت ويوم الثلاث. ايوه. بس الحلقه اللي فاتت بتاعت يوم الثلاث انا للاسف كنت بره ما لحقتهاش. أيوه. ممكن اعرف بتتعاد امتى؟ حاضر، هنسلك الاستاذ المخرج دلوقتي ونبلغكم امتى الاعاده ان شاء الله. انت عندك ضغط واطي وايه تاني؟ الو، انا قطع الاتصال. بالنسبه للضغط الواطي يمكن بقت حاجه معروفه جدا، البنجر المخلل اللي بيتحط مع في معظم المحلات بيحطوه بنجر مخلل اللي هو بيسموه البيتروت او الشمندر. الشمندر المخلل ده احد الحاجات الرائعه جدا لرفع ضغط الدم للناس اللي بتعاني من ضغط الدم المنخفض. بالنسبة لمين عندنا؟ بالنسبة للضغط، مريض الضغط بنقول له لازم يشرب من 6 ل 8 كوبايات مية في اليوم قبل الأكل. بعد ما يشرب 6 ل 8 كوبايات مية قبل الأكل ده مهم قوي، وبعد كده يبدأ يضيف على البرنامج بتاعه حاجات بسيطة جدا. ممكن يبدأ قبل كل وجبة يشرب مغلي ورق الزيتون. مغلي ورق الزيتون البارد بعد ما نغليه بنسيبه، حتى ممكن نجيبه أخضر ونطحنه ونغليه، يتحط في ماء مغلية ونتركه لمدة 3 ساعة لحد ما يبرد، ويتشرب قبل الفطار أو قبل الغداء قبل العشاء كوباية كبيرة منه. ده مفيد جدا 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 لمريض الضغط. بس لازم ياخد معانا أحمد من ليبيا ونكمل وصفة الضغط. أحمد من ليبيا، بالنسبة لمريض الضغط بننصحه برضو إذا كان عنده إمساك بياخد 3 حاجات مهمين قوي. 3 حاجات دول بيساعدوه جدا في أنه يخفض الضغط، لأن الإمساك أحد الحاجات اللي ممكن تسبب ضغط كاذب، يعني ممكن تسبب لنا ضغط كاذب، لأن احتباس السوائل واحتباس الفضلات جوه جسم الإنسان ممكن يولد نوع من انواع الضغط الكاذب. عشان كده بنقول لو مره كل اسبوع احد امرين، اما الصبح على الريق ناخد 7 حبات تين، التين البرشومي ناكلهم وناخد معاهم 2 كوباية ميه دافيين. دول بيؤدوا ان الطبيعه تبقى كويسه وان الضغط وان الامساك يضيع، او نستخدم معلقه زيت زيتون على الريق، او ناخد سنة مكي مع كراوي وينسون بنسب متساوية. مشروب إذا كانت حالات الإمساك حالات شديدة ممكن نستخدم المشروب ده مرة كل يوم، وده بيدي نتيجة ممتازة. وبننصح دايما إذا كنا عاوزين نفرغ البطن أو نفضي البطن أو ننظف البطن إن نعمل دهان لمكان الخروج قبل ما ناخد أي حاجة ملينة أو مسهلة أو منظفة للأمعاء. بالنسبة للأخت حياة، بالنسبة لإعادة الحلقات هنخلي أخونا المخرج دلوقتي يبلغنا بيها. وبالنسبة لضغط الدم الواطي قلنا إن أحسن أو أفضل حاجات اللي بترفع ضغط الدم اللي هو البنجر المخلل، وده لو إنه بيرفع الضغط بطريقة معتدلة جدا وملوش أي أضرار جانبية. لسه بنتكلم عن طعام أهل الجنة. طعام أهل الجنة ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان نكون كلنا من اهل الجنه. من الحاجات الجميله في سوره الكهف، فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما. ايه ده، ناس نايمه 300 سنه وازدادوا 309 سنه وقايمين ميتين من الجوع، ويقولوا فلينظر ايها ازكى طعاما،
يعني عاوزين حد يروح يجيب لهم أكل كتير وأكل حلو طيب. فحتى الناس أهل يعني الآية دي برضو هزتني وخلتني أقعد أفكر إزاي ناس 309 سنة وقايمين جعانين جدا يدور أيها أزكى طعاما، وإحنا أي طعام وخلاص ناكله. علشان كده إحنا بنقول دايما لازم نقعد نفكر، فلينظر الإنسان إلى طعامه قبل ما ناكل، نفكر علشان نحقق جنتنا في الأرض ونوصل لجنتنا في السماء إن شاء الله. يبقى لازم ننظر ونتفكر في الأكل بتاعنا، وكل لقمة ناكلها لازم نبقى حاسين بفضل ربنا سبحانه وتعالى ونعمته علينا. معانا اتصال من أستاذ محمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ازيك يا دكتور عادل؟ أهلا وسهلا أستاذ محمد، ازي صحتك؟ الله يرحمك. اللي ابغى اوصي يا دكتور عادل بالنسبة اللي قلت مرة للحلتيت. نعم. الحلتيت طريقة أخذه ما هتبقى منقوع ولا يبقى يتاخذ مثلا زي حالته زي ما هو يبلع بلع؟ هو انا افضل شخصيا انك تحط عليه وطي صوت بس التلفزيون شويه ممكن استاذ محمد. ايوه اتفضل. وطي التلفزيون شويه واسمعنا عن طريق سماع التليفون. المخرج بيقول أيوة. كده يعني عشان يعني نسمع بعض كويس. نعم اتفضل. يفضل ان احنا نحطها على حته عجوه او تمر ونبلعها زي ما هي ونشرب بعدها كوبايه ميه دافيه. بس انا عندي سكر. عندك سكر ولا شاي؟ لا عندي سكر. تقدر تاخدها تبلعها مباشره، اذا كنت بتقدر على الحاجات المره تقدر تدوبها وتشربها، بس انا افضل نبلعها مباشره. ماشي يا محمد. ده بالنسبه لاخونا محمد من السعوديه. طعام اهل الجنه ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه. دي وجبة الإفطار الصباح الباكر مهمة جدا 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 لطلبة المدارس اللي عاوزين يبقى عندهم قدرة كبيرة على التحصيل. الناس دايما تصحى الصبح ملقاش نفس تاكل علشان كل أجهزة الجسم بتكون نايمة طول الليل، فكل الأجهزة دي لما تكون نايمة يحصل كسل وضعف في الشهية. معانا الأستاذ محمد. أهلا وسهلا. أهلا دكتور. السلام عليكم يا أستاذ محمد. عليك السلام وبركاته يا دكتور. أهلا بيك. عايزين وصفة للبلغم وحساسية الأنف. وصفة للبلغم وحساسية الأنف. في حاجة تانية؟ وحساسية الأنف. في حاجة الحساسية دي في فصل الربيع ولا في الخريف ولا في واحدة مليانة عايزة تخس شوية. واحدة من طيب نحدد بس الحساسية دي بتيجي موسمية ولا طول السنة؟ طول السنة. طول السنة ماشي. للبلغم وحساسية الصدر. حاضر. يمكن قلنا كتير جدا ان من افضل حاجات للتخلص من البلغم وتنظيف الصدر ان احنا نمرة واحد بنجيب ميه مغليه ونحط عليها زيت النعناع ونستنشقه. زيت النعناع لما بنستنشقه في الميه المغليه بيبدا يفتح كل المجاري التنفسيه وبيخلي الناس عندها قدره كبيره جدا على التنفس بشكل صحيح. حتى بعض اللعيبه في كاس العالم وكده كانوا بيستخدموا النعناع المغلي ده استنشقوه قبل المباراه عشان يقدروا يدخلوا كميه كبيره جدا من الاكسجين لخلايا الجسم. ومن الحاجات الجميلة تاني زي ما قلنا قبل كده مغلي اللبان الذكر. مغلي اللبان الذكر من الحاجات المهمة قوي قوي قوي، يمكن مش بس بيعالج الحساسية بتاعت الصدر، ده بيعالج أنواع مختلفة جدا من الحساسية وأنواع كتيرة جدا من الحساسية. اللبان الذكر على ريق مهم قوي قوي للناس اللي عاوزين يقووا جهاز المناعة بتاعهم وخصوصا الجهاز التنفسي. اللبان الذكر اخواننا في السودان يمكن دلوقتي اشهر دولة في العالم بتصدر اللبان الذكر، او والصمغ العربي برضو ليه نفس الفوائد، وفي ابحاث كتيرة جدا اتعملت عليه في التخلص من ازمات الربو وتنظيف الجهاز وتقوية جهاز المناعة وتنظيف الجهاز التنفسي.
ده من الحاجات المهمة. قلنا برضو عشان حساسية الأنف مهم جدا ان احنا ندهن الأنف من الداخل بزيت النعناع او زيت الكافور مع شوية فازلين صغيرين ونمسح بيهم الأنف من الداخل. مية البحر اخواننا في اسكندرية بيعملوا وصفة جميلة جدا لتنقية الجهاز التنفسي او التخلص من الجيوب الأنفية اللي هي مية البحر المغلية، بس مش حطها هي سخنة طبعا، حطها وهي باردة. معانا الأخت أمنية. أمنية أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. كيف دكتور عامل إيه؟ الحمد لله رب العالمين. بالله الحمد. ربنا يكرمك يا رب وما يحرمناش منك ودايما تبقى في حاجة عالية أكتر وأكتر. الله يخليك. أنا وزني 160 كيلو. أيوه. 160 كيلو. 160 كيلو أيوه. وعندي سكر. وعندي أملاح ورجلي أورمة ما فيهاش أي جروح ولا أي حاجة، بس رجلي ورمة قوي وصوابعي ورمة جدا ومش قادرة أحطها على الأرض. وعمرك كام سنة؟ السنة دي سنة 49. 49. بتفطر ايه كل يوم يا أمنية؟ يعني جبنة، طعمية، فول، الحاجات المتاحة العادية دي. طيب بتتعشي ايه؟ بتتعشي ايه؟ العشاء برضه ممكن يكون أكل بتاع البيت اللي هو ممكن يكون رز وخضار، مكرونة، كشري، الحاجات اللي هي دي. طيب بتاكلي كام وجبة في اليوم؟ ايه؟ كام وجبة في اليوم؟ باخد كم وجبه في اليوم؟ هم 3 وممكن يكونوا 2. طيب بين الوجبات ممكن تاخدي شاي بحليب، نسكافيه، حاجات من الحاجات دي؟ لا ممكن اشرب نسكافيه لكن شاي بحليب يعني مش قوي فيه. بتشربي قهوه العصريه؟ بتشربي كام كوبايه نسكافيه في اليوم؟ لا ممكن واحده ممكن 2 بس عشان ده القهوه وكمان للعصر. معاه ايه القهوه؟ بتاخدي معاها ايه؟ لا عادي بحط حاجه معاها لوحده كده بدون حاجه. بتاخدي 3 وجبات بس ولا اكتر؟ لا 3 وممكن مثلا بيبسي بقى او شوكولاتات وحاجات، رغم ان عندي السكر وسكري تعبني جدا يعني مش عارفه اعمل ايه. باخد المكرونه اما قرص الصين وباخد قرصفاز قلب. عملتي برامج غذائيه قبل كده؟ عملت كتير والله يا دكتور، واروح اعمل ايه بس صينيه واسيبها واتخن وامشي على الحجامه واسيبها واتخن، ويعني كل ما اسيب حاجه ارجع اتخن اكتر من الاول. ايوه. والسكر قد ايه نسبته عندك؟ وانت بابا ما مات بقاله 9 سنين. لا السكر من 9 سنين. السكر بقاله 9 سنين. ومن ساعه الايام دي بقالي 2 سنين ما بقدرش اضيف على رجلي قوي، ان بتبقى عامل زي ما اكون جاي فحم ورشف في الارض وانا مشيت عليه، فبالطبع اتخن. بتاخدي حبوب للسكر ولا بتاخدي حبوب؟ باخد ماكرو الام ار 60. ام ار 60. طيب بتمشي بتلعبي رياضه ولا لا؟ ولا حاجه، ما بقدرش امشي بقالي 2 سنين من ساعه ما رجليا دي حاجه ما كنت فيها حروق فيها، بس هي ما فيهاش حاجه. وبعد كده انا بقيت ادعي ربنا ليل ونهار، اكمني كنت تخينه، بقيت ادعي ربنا ليل ونهار ان انا اتخن عشان اخس، يجي لي السكر عشان اخس. وجالك سكر وما خستيش؟ ربنا بقى لك ده مش راضي على اللي انت فيه، لا خدي السكر وكسحني بقى ما خلنيش بعرف اقف. شوفي بقى الدعاء ده ما يعني ما بنحبوش الناس اللي تدعي على نفسها بالمرض دي، ده غلط. ما انا هعمل ايه بقى؟ ما انا مش عارفه اخس ازاي. يعني بيقولوا كده. عايز اقول لحضرتك لما باجي انام طبعا بتنام على جنبك، لما بحط رجلي الاثنين على جنبي رجلي بتبقى وجعاني جدا، العظم نفسه واجعني. مش عارفه اعمل حل ايه. طيب بالنسبه لحالتك انك انت وزنك 160 كيلو، وانا بفرح بيني وبينك لما الاقي الناس اللي وزنها تقيل قوي دي وعندها مشاكل معقده، بحب جدا ان انا اتعامل معاهم. بس قبل ما تسيبي لي تليفونك، لان انا بهتم جدا بالحالات اللي هي فوق ال 150 كيلو دي، بهتم بيها قوي. معانا استاذ عبد الله. عبد الله ده على اسم ابني. النقطة على الاتصال. بالنسبه لامنيه طبعا 160 كيلو، نرجو انها تسيب تليفونها تحت الهواء، ولكن بننصحها بدايه انها تبدا برنامج رياضي. طب هتبدا ازاي برنامج رياضي ورجلها ورمه والاملاح فيها كتيره والوزن زياده؟ هنقول لك ازاي تبدا يا ستي. معانا الاستاذ ياسر. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو حاج انا كنت بسال حاج بالنسبه لوالدي، كان عامل عمليه استئصال المثانه كان فيها كانسر. وظهر بعد سنه من العمليه بؤر في الكبد. ففيها حضرتك علاج للبؤر الكبد السرطانيه، حوالي 5 بؤرات فيهم 2 نشطين
والثلاث بورات التانيين مش نشطة. طيب عنده مشاكل تانية غير دي؟ في ضغط، في سكر، سن 65. ضغط وسكر. في امساك ولا مفيش؟ في ايه يا فندم؟ امساك. امساك؟ اه. ساعات بيجي، بس يعني هو حاليا دلوقتي لا، يعني المعدة مضطربة كده يعني بسيط. اخر مرة عملت له تحليل براز امتى؟ لا احنا ما عملناش تحليل خالص؟ لا ما عملناش تحليل براز خالص، بيعمل دايما تحليل وظائف كده، وظائف كبد، تحليل بول. طب احنا بالنسبة لمرضى الكبد بالذات بنحب دايما ان الناس لازم تعمل تحليل براز، لان عاوزين نتاكد ان مفيش اميبا ولا انتروستاليتيكا ولا في ديدان ولا في بكتيريا ولا في فطريات ولا في طفيلات، وبناء على ذلك بيتحط برنامج غذائي. يمكن في الكتاب بتاعنا اغذيه يحبها كبدك محطوط اكثر من 21 نوع من انواع الاغذيه التي تفيد الكبد، وبرضو اكثر من 21 نوع من الاغذيه المضاده للسرطان وسرطان الكبد بالذات. فمهم نعرف الاول نتيجه تحليل البراز، وبعد كده بنتعمل له برنامج وان شاء الله بيدي نتائج هائله جدا جدا جدا. معانا الاخت هدى. هدى. الو. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. انا الدكتور عادل. ايوه. الو. نعم سامعك كويس يا هدى، اتفضلي. انا علي. نعم. الو اسمعك، اتفضلي. دكتور عبد العال. عادل عبد العال. ايوه معاكي، اهلا وسهلا. حضرتك بس عاوز اسال على حاجه. اتفضلي. عندي ابني عنده حصوه في الحالب بس. ايوه. مفيش حاجه تنزلها؟ كانوا بيعملوا زمان يجيبوا قربه ميه سخنه وبتتحط على المثانه وبنسيبها لمده نص ساعه، وبنكرر الحكايه دي ثلاث مرات. كانوا بيدوا له اي حقنه مسكن من الحقن المسكنه العاديه، وبيدوا له مشروب بذر خله، بذر الخله يتغلي ونسيبه ننقعه كده، ويشرب منه ثلاث مرات في اليوم كوبايتين كوبايتين كوبايتين، ويبدا لو العريق لو خلال من يوم لثلاث ايام بتنزل الحصوه لوحدها. يعني بذر الخله من الحاجات الممتازه جدا واللي استخدموها المصريين من ايام الفراعنه لحد النهارده، وبتدي نتائج هائله جدا في التخلص من الحصى اللي موجود في المثانه او في الحالب. وبس بشرط ان احنا نحط قربه سخنه، علشان القربه السخنه دي على منطقه المثانه بتبدا توسع وتنشط الدوره الدمويه وتوسع الحالب مع حقنه المسكن اللي هياخدها مع بذر الخله. اذا ما لقيناش بذر الخله بنجيب مغلي البقدونس او مغلي الكزبره الخضراء، بنغليها وبنشرب منها نص لتر قبل الفجر ونص لتر بعد الفجر، وقبل النوم بنشرب منها اربع كوبايات اثنين ورا اثنين، وبيدي نتائج ممتازه جدا في التخلص من الحصى اللي موجود في المثانه او في الحالب. فاصل صغير قوي قوي وهنرجع ليكم تاني، استنونا بعد ثواني. رجعنا لكم مرة تانية ومعانا الأخت أم محمد. معلش عطلناك شوية، أهلا وسهلا. انقطع الاتصال. معانا عبد الله. عبد الله مرة تانية، يبدو إن في مشكلة النهاردة في الاتصالات. اللي سألوا عن موعد، الأخت حياة اللي سألت عن موعد إعادة الحلقة، بلغنا استاذنا الكبير المخرج ان الحلقات بتاعتنا السبت والثلاث 10:30 بالليل، وتعاد 5:30 الصبح، يعني بعد صلاه الفجر الناس تبدا تتفرج علينا، الناس اللي بيصحوا يصلوا الفجر. واعتقد الحمد لله في ناس كتير دلوقتي بتصلي، ف 5:30 اعاده حلقاتنا يوم الحد الصبح ويوم الاربعاء الصبح. معانا الاخت شروق.
السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا وزني 110 كيلو. أيوه. عندي بروز جامد في البطن والجمال. أيوه. وعايزة أخس، يعني عايزة أخس بحيث إن أنا عايزة أحمل، وعندي فلتين، فأنا سمحت إن في حاجة أكلات لإنجاب الذكور، ممكن أعرفها من حضرتك؟ حاضر، أنت عندك كام سنة؟ أنا عندي 27. وعندك استعداد تخس بجد ولا بس كده؟ ما شاء الله بجد. وعندك استعداد تلتزم بالبرنامج الغذائي؟ ان شاء الله. بتحبي الكرنب والبروكلي والحاجات دي ولا ما تحبهاش؟ لا ممكن يعني عادي. يعني ممكن تاكلي، لان على فكره الكرنب ده من الحاجات اللي لها دور كبير جدا في التخسيس، سواء سلطه سواء مسلوق او مطبوخ او كده، بتاكليه ولا لا؟ ان شاء الله. الفجل والجرجير والبقدونس الحاجات دي بتاكليها ولا ما بتاكلهاش؟ لا باكلها. تقدري تحطيها جوه برنامجك ويبقى عندك طبق سلطه بدون تقطيع في الفطار وفي الغداء وفي العشاء. الو. ايوه. قطعت على الاتصال. ام ولاء معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. دكتور عادل. ايوه. ايوه دكتور عادل. فضل. انا عايزه حضرتك تشوف لي وصفه للبطن والارداف. بس انا عندي الضغط عالي، الاسبوع اللي فات حضرتك قلت وصفه الفلفل، فانا خايفه اخدها. قلت وصفه ايه؟ الضغط عندي عالي. ايه الوصفه اللي قلناها الاسبوع اللي فات؟ انت قلت حضرتك الاسبوع اللي فات بتاعت الفلفل. ايوه. قبليها كنت قايل الوصفه بتاعت الليمون والرمان المطحون، بس انا ما خدتش بالي من بقيه الوصفه. تمام. الله يسترك يا رب. طيب. الارداف والكرش وعندي خشونه ورجلي ما بقدرش امشي عليها خالص. عمرك كام سنه؟ 53. 53. حاضر. معانا عبد الله. عبد الله. يا دكتور. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ عبد الله؟ عليكم السلام. اهلا وسهلا، السلام عليكم. ازيك يا دكتور عادل؟ اهلا بيك. اتفضل. بقول لحضرتك، كان ابني عنده حوالي 18 سنة. ايوه. وبيعاني من حمى البحر الابيض المتوسط. ايوه. اديته علاجات قبل كده؟ اي علاج خده قبل كده؟ بياخد حاجة اسمها كولشيسين. وبتديله حاجة تاني غير ده؟ لا كولشيسين، وبتجيله النوبة بياخد. بتجيله النوبة كل قد ايه؟ ما هي السبت يا دكتور، كل مثلا اسبوعين، كل شهر. ايوه. بياخد فلترين. عموما يمكن اخر دراسه اتعملت كانت معموله في جامعه تورونتو، لقوا ان قشر البرتقان الاخضر احد اروع الحاجات اللي بتخلي جهاز المناعه يشتغل كويس جدا في عند مرضى حمى البحر المتوسط. بياخدوه بيعملوه مبشور وبيتحط على الاكل بتاعهم، ممكن يتحط على الشوربه، ممكن يتاكل كده. القشر البرتقال الاخضر من الحاجات الرائعه جدا 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 ضمن اي برنامج غذائي لمرضى حمى البحر الابيض المتوسط. ده طبعا مش بنقول نمنع العلاج بتاعنا مره واحده، لكن بنستمر على البرنامج العلاجي بتاعنا، وبعد ما نبدا نستمر على البرنامج بتاعنا لفتره بنبدا بحاجه اسمها الاغذيه البارده. الاغذيه البارده بتساعد كتير جدا مرضى حمى البحر المتوسط في السيطره على هذا المرض. زي ما الاغذيه البارده بتعمل كمادات من بره، ايضا هي بتعمل كمادات داخليه. فبننصح دايما مرضى حمى البحر المتوسط انه يتناول الاغذيه البارده. الرسول صلى الله عليه وسلم اول واحد في العالم وضع قاعده نطفئ حر هذا ببرد هذا. اول واحد في العالم يعرفنا النبي عليه الصلاه والسلام ان في اغذيه حاميه واغذيه بارده، والاغذيه الحاميه يجب ان احنا ناخدها مع البارده علشان نطفي نار ده بنار ده. الحمى تعتبر من الحاجات اللي بتخلي الجسم فيه حاجه زي النار، بترفع درجة حرارة الجسم. عشان كده كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي ان نبردها بالمية، كان يعمل كمادات المية. معانا الاستاذ سعد. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب يا دكتور. اهلا وسهلا، انت بصحة وسلامة. لو سمحت يا دكتور، انا عاوز اخد الانترفيرون. نعم.
هل ليه مضر ولا مش مضر؟ لا طبعا الانترفيرون مهم جدا، بيدي فوائد كتيره جدا عند اكثر من 60% من المرضى. يعني الانترفيرون ما هوش ده اكتشاف من الاكتشافات الجميله جدا، ويجب استخدامه اذا نصح به الطبيب جهاز هضمي يجب استخدامه. ممكن تستخدم الوسائل البديله معاه يعني، لكن تلغيه لا. شكرا يا دكتور وشكرا. العفو، تحت امرك. معانا الاخت مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. بقول لحضرتك معلش انا ليا ثلاث اسئله. اتفضلي. انا والدتي كان عندها بؤرتين في الكبد. ايوه. وعملنا لها حقن كيماوي، والدكتور قال لنا يعني الحمد لله المرض متحجم. ايوه. وقال لنا لمده 3 شهور بعد كده يبقى يتابعها تاني. ايوه. فطبعا لما عملنا لها الحقن 3 اربع شعرها وقع. ايوه. وحاليا يعني اللي موجود حاجات بسيطه بس بتهرش جامد او فروه الراس. ايوه. ومش عارفه بقى هل يعني الشعر هيطلع تاني لوحده ولا هنحتاج له حاجه، مش عارفه. طبعا بس خلاص الحمد لله هي شفت يعني. هي هو بيقول لنا متحجم بس مش عارفه الصراحه. السؤال الثاني معلش، انا بعاني من امساك وباخد سلامك. ايوه. فانا بشربها يومين، يعني هل لها ضرر؟ عايز اعرف يعني ايه منافعها وايه اضرارها. ما هو بتساعد في التخسيس. هو طبعا الامام الحسن يقول اذا كان الاسراف في الحلال اصل كل مضرة. في قاعدة لازم نبقى احنا عارفينها، اذا كان الاسراف في الحلال اصل كل مضرة فما بالك من الحرام. احنا بنقول دايما الناس اللي بتعاني من امساك مهم جدا انه يعمل تدليك للبطن من عند السرة، مهم انه يعمل تمرينات لتقوية عضلات البطن، وممكن يحرك ايديه ورجليه وهو نايم على ظهره وهو تانيهم بالعكس علشان نبدأ نحرك الامعاء وننشط الحركة الدودية للأمعاء. التمرينات الرياضية مهمة جدا جدا للناس اللي عندها إمساك، وخصوصا تمرينات تقوية عضلات البطن. معانا عمار. عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، عندي نسبة النحاس عالية في الدم. أيوه. وعندي صفرة عالية وأنا عندي 27 سنة وقولي 160 ووزن 70 كيلو. وزن؟ بقى سنتين مش عارفين لها أي علاج. طولك 160 وزنك 70؟ اه. طب ما انت وزنك كويس. طولي 170 ووزني 70. طولك 170 ووزنك 70. وزنك 70 ولا 60؟ يعني انا اعتبرك 70 او 60، المهم عاوز تزيد. قلنا علشان نرفع الوزن حاجتين مهمين جدا، تقدر تعمل وصفة قديمة كانوا بيعملوها زمان، بيجيبوا الحلبة المطحونة مع التمر، حلبة مطحونة مع التمر ويطبخوهم مع بعض، وبعد كل وجبة ياكل 100 جرام منها. دي بترفع الوزن رفع كبير جدا وسريع جدا وبتدي قوة جامدة جدا، بس شرط تكون. تفضل الأستاذة سوسن. نعم. سوسن معانا. ايوه ايوه تفضلي. ايوه ايوه. إذا صح يا دكتور. الحمد لله رب العالمين بخير. لو تكرمت حضرتك، عندي بنتي. ايوه. 15 سنة. ايوه. صدرها في لبن. ايوه. هي بنوتة لسه يعني. ايوه. فلو تكرمت قول لي اعمل معاها ايه دي ولا ايه الحاجة دي. حاضر. في مشروب اسمه مشروب المرمية. مشروب المرمية ده من المشروبات المهمة جدا، ومع القرفة. مرمية وقرفة الاثنين دول مشروبين مهمين قوي للبنات اللي بتعاني من المشكلة دي. وحاولي تمنعي عنها بقى الشوكولاتات والايس كريمات والحاجات الكريم كراميل، الحاجات اللي فيها منتجات البان كتير او اغذيه مصنعه كتير. نحاول نمنع ده. ووزنها كان المفروض اعرف وزنها كام، لكن بدايه المشروبين دول من المشروبات المنظمه للهرمونات عند البنات، وممارسه الرياضه مهمه جدا علشان تقليل معدل الهرمون بتاع الحليب عندها، وان شاء الله تجيب نتيجه ممتازه. بالنسبه للاخت اللي سالت، الحمد لله الحمد لله بسلامه مامتها وشفائها من البؤر. تقدر تجيب طبعا شعرها يطلع مره تانية ان شاء الله ويطلع احسن من الاول كمان. بشريها قولي لها ان شعرك طالما الحمد لله خفت
هيبدا الشعر يطلع احسن من الاول كمان، واذا كان حتى قبل المرض كان بيحصل فيه تساقط، دلوقتي ان شاء الله مش هيحصل فيه تساقط. الجرعات اللي خدتها بتقوي الجهاز المناعه جدا. طبعا الشعر بيسقط كله بيرجع مره ثانيه كله، بيحتاج من خلال من 6 شهور لـ8 شهور بيكون رجع تاني. طبعا بنفضل انها تاخد معلقة زيت زيتون في الغداء وفي العشاء على طبق السلطة، ده مهم قوي ليها. تكتر من اكل الشبت والبقدونس والكزبرة والخضريات، دي مهمة قوي. الثوم المطحون تحط منه في الاكل بتاعها بكميات، الكركم والراوند والحاجات دي لازم تبقى في الاكل بتاعها على طول. الخرشوف تاكله 2-3 مرات في الاسبوع، ده كله بيساعد الناس اللي عندها بؤر على الكبد ان تشفى، وتشفى الشفاء تام باذن الله. بالنسبه لشعرها ممكن تجيب 10 فصوص توم تبشرهم او تطحنهم تدقهم دق جامد، وتحط عليها 850 جرام خبزه، الخبزه الخضراء اللي بتطلع عندنا، مع عشبه اسمها زيت زيل الحصان موجود عند العطارين، بيطحنوا دول كلهم مع بعض طحن جامد جدا، وبنحط عليهم ربع لتر زيت زيتون وزيت جوز الهند، وتبدأ تستخدمه تدهن بيه شعرها، وتستخدم معاه الثوم المطحون تحط بيه على الحواجب، وده بيدي نتيجة ممتازة جدا جدا، وبيساعد في رجوع الشعر مرة تانية. إذا قدرنا نستخدم الكحل العربي مع الزيت ده ودهنا بيه الرأس بيدي نتيجة ممتازة وأكثر. معانا فصل سريع كده ونرجع لكم، تفضل. بالنسبة للناس اللي بتعاني من مشاكل في المسالك البولية، بنقول دايما بذر الليفت من الحاجات المهمة جدا، وبذر الجزر يتطحن ويتحط في مية مغلية، وده بيدينا نتيجة هايلة جدا جدا في تنظيف المسالك البولية. أما عندنا رسائل سريعة كده هنرد عليها ردود سريعة. السلام عليكم يا دكتور، لو سمحت أنا عايز وصفة لالتهابات البشرة والاحمرار. بنجيب النشا بتاع الذرة، النشا العادي، ونعمل بيه ماسك للبشرة ونسيبه 3/4 ساعة نص ساعة، وده بيشيل كل التهابات البشرة تقريبا. نجيب كوباية مية ونحط عليها نقطتين مية ورد ونقطة خل ونمسح بيها البشرة، بتدي نتيجة ممتازة جدا. إذا كانت البشرة ملتهبة بنعمل كمادات خل ومية بنسب متساوية. يا دكتور عاوزة وصفة تكون كويسة لانتفاخ البطن. بالنسبة لانتفاخ البطن والغازات والانتفاخات، مشروب النعناع بالبابونج المشروب البارد مشروبات المهمة جدا. وعاني من ارتفاع مفاجئ، دي طبعا رسائل وصلتنا على القناة، طبعا في رسائل كتير جدا لكن نحاول نرد عليها. وعاني من ارتفاع مفاجئ في ضربات القلب، ذهبت لطبيب قلب فقال مطلوب عمل قسطرة لكي بؤرة كهرباء بالقلب، انا قلق جدا وعاوز يطمن. بنقول دايما اخر الدواء الكي، اخر الرسول عليه السلام يقول اخر الدواء الكي، فاحنا بننصح انك انت تعمل برنامج للتنظيف الداخلي، سلامك وكراوي وينسون تشربوا وينضفوا بطنك، لان لقوا حالات كثيره جدا من اللي بيجي لها ضربات قلب كثيره عندها مشاكل في القولون، ومشاكل القولون ايضا تسبب لنا زياده في ضربات القلب في كثيرا من الاحيان. طبعا في لسه في اسئله كثيره معانا، ولكن استنونا يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله هيكون معانا اخونا احمد يوسف. اشكركم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.